نعم. فضيلة الشيخ، هل الإنسان مؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان؟ الإنسان لا يؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذه الوساوس. والإنسان إذا انقاد للوساوس فإنه على خطر، لكن يجب أن يقول لنفسه: هل أنا أعتقد هذه الوساوس؟ الجواب: لا يعتقدها أبدا، بل يحاربها غاية المحاربة. إذن يجب أن يعرض عنها ما دامت غير مستقرة في نفسه، ويعلم أنه لو أن أحدا من الناس قالها لقاتل عليه. إذن يعرض عنه ولا تضر، ويمضي في حال. لو شك في الطلاق، شك في الوضوء، شك في الصلاة، شك فيما هو أعظم من ذلك، فلينتهي عن هذا ويعرض ولا يضره شيء. وهذه من نعمة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ساعة وفرجا ومخرجا من هذه الوساوس. ثم إني أقول لك إن هذه الوساوس إنما تعرض لمن عنده يقين وإيمان راسخ، لأجل أن يتزحزح عن يقينه إلى الشك. والشيطان لا يأتي الإنسان الذي قلبه خراب، لأنه منته. ولهذا قيل لابن عباس أو ابن مسعود، قيل له: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، والمسلمون يوسوسون. فقال: صدق، لا يوسوسون في صلاته. وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ خراب يقبلون على صلاتهم ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يمكن أن يفكر بغير الصلاة اللي هو فيها ولا يوسوس، لكنه خراب. أما المؤمن الراسخ الإيمان فهو الذي يتسلط عليه الشيطان. ولذلك اضبط نفسك الآن عندما يأتيك الشيطان في الصلاة، ثم تذكر وتقبل على صلاتك، يجي يفتح عليك باب ثاني ولا لا؟ إذا ضبطت نفسك وانتبهت فتح عليك باب ثاني، وهل مجر وهو معك دائما في صلاة. إذا كفيت نفسك عن هذه الوساوس راح يفتح ثاني، نعم، إلى أن تخلص من الصلاة. لكن احرص على أن يكون أول الصلاة وآخر الصلاة مضبوطا، فلعل الله أن يغفر لك ما بينهما، كما جاء في الحديث في من استغفر الله في أول النهار وآخره أن الله يغفر له ما بينهما. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم.